ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and welcome to إعالم Institute. This is teacher عبد الرحمن شاهين. How are you, Zain? This is your plan. Inshallah, we complete your plan from Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. And inshallah, I want you to focus on these words like
نجمع عظامه، clear the two I. نجمع عظامه and here نسوي بنانه، clear the ha. And here ليفجر أمامه، not ليفجر، don't stress the جيم. And also here إن علينا جمعه وقرآنه، وقرآنه make Hamza light. And here focus on this. وجوه يومئذ ناظرة with ضاد. And here إلى ربها ناظرة with ضاء. And here بلغت التاء، بلغت التاء، don't say بلغت الطاء، don't make this طاء، it's تاء. التراقي. وقيل من راق، this is a light stop without taking any breath. Here فلا صدق with دال، not صدق with ضاد، صدى صدق. And here ألم يكن نطفة من مني يمنى، من مني يمنى. And here أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يحيي الموتى. جزاك الله خيرا، سي إن شاء الله in our course. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.